تستمر معاناة العراقيين الذين تعرضت بيوتهم للغرق بمياه السيول في قضاء أبو الخصيب في البصرة، رغم المناشدات التي أطلقها أهالي القضاء، لكنهم لم يجدوا آذانا صاغية. فنشاهد. أنت الريت يا بحر النفط يا حظك شماله، وين بس قولوا لي وين؟ احنا بالهند بافغانستان بجيبوتي، هاي الميتة جوع ما عندهم اي شمال، ولكم هناك كل قطعة تستفاد منها. ليش هيجي؟ الله ما تخافون منه، ضمير ما عندكم؟ ليش هالشكل؟ غرقنا وليحبنا، ما عندنا حكومة حزاب تعبانة، غرقنا وليحبنا، ما عندنا حكومة حزاب تعبانة.